وللحديث أكثر عن الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد واقتراض الحكومة من السعودية، معنا من باريس السياسي العراقي أمير المفرجي عبر سكايب. أهلا وسهلا بك سيد أمير. مساء الخير وعيدكم مبارك. بارك الله فيكم، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله. في أحدث الأخبار الواردة تقول أن وزير المالية ينفي الاقتراض من السعودية، ما الغاية من هذا النفي مع أن كل المؤشرات تقول أنه ذهب إلى السعودية من أجل الاقتراض؟ من الطبيعي أن ما يمر في العراق هو أزمة عميقة لم تسبقها في السابق، لأن العراق يمر في أزمة اقتصادية ناتجة عن انخفاض كبير في أسعار النفط، وهذه الأزمة هي أزمة خطيرة جدا بالنسبة لمستقبل العملية السياسية. ولهذا وكما تفضلتم في المقدمة، هناك هرولة سريعة إلى دول الخليج العربي وخصوصا إلى السعودية والكويت، لأن العراق لا يستطيع أن يسدد رواتب موظفيه التي تعتبر بالمليارات، بالإضافة إلى رواتب الميليشيات التي تعمل ضد يعني الدولة العراقية وتعمل لصالح إيران. إذن هناك هرولة، ولكن هذه الهرولة قد تختلف عن سابقاتها، لأن العراق يمر في أزمة وكما قلت خطيرة ناتجة عن انخفاض سعر النفط، مع العلم أن سعر النفط لم يكن منخفض أيام هرولة عادل عبد المهدي والعبادي. نعم. أليست هذه مفارقة أن تذهب السعودية تذهب يذهب وزير المالية العراقي للاقتراض من السعودية كي يوفر رواتب للميليشيات التي تهدد أمن السعودية وغيرها؟ من الطبيعي يعني عندما نقول هذه العبارة لعاقل قد لا يصدقها، لأن السعودية المملكة العربية السعودية تعرف ما يعني ما هو الآن، ما هو الوضع الآن في العراق، وتعرف أيضا بأن إيران قد يعني وصلت إلى مرحلة صعبة في المجال الاقتصادي والاجتماعي. إذن السعودية أنا في رأيي الشخصي سوف لن تعطي أي أموال إذا علمت بأن هذه الأموال ستذهب إلى إدامة الوجود الإيراني في العراق. وأنا أعتقد يعني وأجزم بأن المملكة العربية السعودية إذا أعطت الأموال أعطت باتفاق يضمن خروج إيران من الساحة العراقية، ولهذا فإن وضع إيران الحالي يسمح بأن تكون السعودية هي التي يعني في وضع أكثر يعني تقدما في العراق. ولكن سوف تحدث في المستقبل على ما أعتقد بعض المشاكل داخل البيت الميليشياوي الشيعي في العراق، لأن البعض المتمسك في إيران سوف لن يقبل بهذا التواجد أو يعني الدخول السريع للسعودية ولدول الخليج في العراق. نعم، السلطات سارعت أو ستسارع إلى تقليص رواتب الموظفين وإقرار الادخار الإجباري، بينما لا تنظر في الأموال التي نهبها الفاسدون، لماذا برأيكم؟ يعني الكل يعرف بأن العراق له يعني أموال طائلة موجودة في الخزائن الغربية وفي بعض الأماكن في لبنان وفي بعض الأماكن. الأحزاب الطائفية التي حكمت العراق منذ 2003 قد سرقت المليارات والمليارات من أموال الشعب العراقي، وهذه الأموال هي يعني توظفها لإدامة وجودها ومن ثم يعني وضع العراق تحت سيطرة يعني السياسة الطائفية التي جاءت بها وبمساعدة إيران. لا ننسى بأن الأحزاب العراقية التابعة لإيران قد نقلت الأموال الكبيرة إلى إيران بعد أن حاصرتها العقوبات الاقتصادية. إذن هناك أموال وهناك خزائن موجودة في بعض بنوك العالم، وهذه الخزائن تعود لهذه الأحزاب الحاكمة في العراق. نعم، وسط هذه الضائقة المالية ليس من الأجدر مراجعة مسألة رواتب رفحاء على سبيل المثال؟ شيء طبيعي، يعني قبل أن تكون هناك أزمة مالية يعني هو من نوع من الغبن بحق الشعب العراقي أن تعطى أموال هذا الشعب المسكين الذي نراه الآن يعني بوضوح في الشارع، شعب يعني لا يستطيع أن يعيش بحالة أو يعني بشيء طبيعي كما يعيشه يعني تعيشه الشعوب الأخرى.
هذه الأموال تذهب إلى أناس موجودون الآن في أمريكا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في أوروبا. هؤلاء لم يعملوا شيئا للعراق سوى خيانته في حرب 2003. هؤلاء كانوا جواسيس للعراق، الآن يعطيهم النظام العراقي، أموال يعني كهدية لما عملوه ضد العراق وضد الشعب العراقي. هذه جريمة بحق العراق والعراقيين. هناك كما تلاحظ محاولة لعدم التعلم من التجارب السابقة للحكومات السابقة، ونلاحظ أن هناك تكرار لنفس النهج الحكومي وبالتالي الوقوع في نفس الأزمات أو الأخطاء. وقد ذكرتم قبل قليل أن عادل عبد المهدي ذهب للاقتراض بدون وجود أزمة مالية وبدون وجود انخفاض في أسعار النفط. شيء طبيعي، ليس هناك شيء يعني يشبه دولة في العراق، ليس هناك تخطيط. يقولون بأن هناك وزارة مالية وتخطيط، ولكن في الحقيقة ليس هناك أي شيء يعني يعود إلى دولة تخطط بميزانية وتخطط بيعني بخطط للتنمية في الداخل وفي يعني في المؤسسات الداخلية. هناك دولة يحكمها أحزاب تسرق أموال العراق، ليس هناك دولة بكل معنى الكلمة. ما نراه الآن أحزاب لها موظفين ومدراء في الوزارات يسرقون أموال العراقيين عن طريق المناقصات التجارية. تذهب هذه الأموال إلى بنوك خاصة بهم. الشعب العراقي لاحظ ما حدث في العراق منذ 2003، لم يبنوا شيئا، لم يعمروا شيئا، خربوا العراق، وهناك يعني مأساة في العراق. هذه الأحزاب لم تعمل شيء للعراق سوى سرقته وإذلال شعبه. هذه الحقيقة يجب أن تقال. السياسي العراقي من باريس أمير المفرجي، شكرا جزيلا لك.